أخبار اليوم. عامل ازاي مع سواقين الميكروباص لما بيزنوا عليه؟ والله هم اللي بيتعاملوا مش انا اللي بتعامل، انا سايبهم براحتهم خالص، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي التكاتك وفي اللي نزل التكاتك. انصحهم بايه؟ انصحهم بالالتزام. الالتزام، وبعدين لما انا ماشي دلوقتي كده الصف التاني مقابل، لما اجي اخش في وشه انا مش كده، انا كده بنجز ايه؟ بنجز دقيقه، بوقف الطريق كله ساعه. وشوية عيال برشام على مش عارف ايه على ايه، واتكلم العيل فيهم ينزل عايز يتحرك انت والعربية. تعمل زي مع سواقين الميكروباص لما بيزنوا عليك؟ يعني بحاول ابعد عنهم قدر المستطاع، بس الواحد ما بيخلص منهم برضه. فهم اصلا وجودهم في الشارع غلط اصلا، لانهم بيقفوا في اي حتة وبيمشوا في اي وقت من غير اشارات ومن غير اي حاجة. فالواحد ربنا بيستر معاه وهو ماشي. يلتزم بس بالطريق، يلتزم يعني هو يقف الزبون يقف على جنب يدي إشارة وهو طالع، عشان اللي جاي وراه ده بيتصادف بيه فممكن يخبطوا في بعض. بس أستاذ، هو سواق الميكروباص ما لهمش غير هي معاملة واحدة بس فقط لا غير. سواق الميكروباص لما بيجي بيكون بينزل ركابه وبيجي طالع بيطلع بيبقى واثق ومتأكد إن هو شايف اللي وراه كويس، أما اللي وراه مش واخد باله من طلعته، فلما بيجي طالع بيرمي رمية حتى مرة واحدة على اللي جاي من على الشمال، فبالتالي بيجبر اللي على الشمال ان هو ينزل على جنبه ويلبسهم في بعض. انا طريقتي غير اي طريق، انا لما بلاقي سواق الميكروباص طالع عليا بروح رامي عليه يمين، بيروح واقف غصب عنه لاني واثق ان هو شايفني. بتاع سواق الميكروباص بيبقى شايف كل حاجة في المراية ورا، بس هي المشكلة ان الناس بتخاف منه فبتبعد عنه. لا، اللي عايز يتعامل مع سواق الميكروباص ما يبعدش عنه، يهجم عليه هيوقفه غصب عنه. وهي دي الطريقة الكويسة في المعاملة مع سواق الميكروباص. يعني بيفتروا على خلق الله، الأجرة بتاعتهم بيغلوها. يعني ممكن مثلا انت رايح من هنا لشبرا مثلا، يعني ياخدوه على كذا مرحلة. ان كلمتهم ينزل ايه الأدب عليك، يشتمك يهزقك، هترد عليه تقول له ايه؟ هتهزق نفسك يعني؟ بضطر ألم نفسي وامشي. لكن هم بصراحة يعني هم وحشين. انصحهم ان يعني اتقوا الله في الناس وفي الشعب وفي الناس الغلابة. مضطر ان اسيبه وامشي، مضطرش اتكلمه. تنصحهم بايه؟ ومش قبل ما تنصحهم بحاجة لازم الدولة تحط قوانين ليهم وقواعد ليهم، عشان تقدر لما تيجي تكلمه ويقولك ايه انا زي اي حد. هو مش سواء الميكروباص بس، على حسب يعني، لان السواقة اساسا هي بنت على الاخلاق، مش بنت ان هي اساسا ان احنا نمشي نخبط في بعض والكلام. لازم يبقى في عندنا قواعد عامة وطرق للطرق العامة للمرور، تحط نظام، اللي يخرج عن النظام لازم يتحاسب. تعمل زي ما سؤال الميكروباص ما بيزنوا عليك؟ والله هعمل ايه، بتعامل معهم ازاي؟ ما اعرفش، انا دي بتعامل وخلاص زي ما بتعامل مع اي حد في مصر. حتى هو اصلا سواقين الميكروباص اصلا ما لهمش لازم اساسا، يعني كارك ناس بتسوق كده عشوائيه وخلاص، ما اعرفش بيطلعوا رخص اصلا ازاي يعني، ودي مستحملهم وخلاص. هنعمل ايه؟ مفيش قدامنا حل بديل يعني. انصحهم انهم يتقوا ربنا في العربيات اللي حواليهم، بس يتقوا ربنا في البني ادمين.